معلمون وطلاب ومهندسون وعاطلون عن العمل وآخرون تجمعهم معسكرات تطوع قبل أن تضم بعضهم ساحة المعارك، وقد أدركوا أن مصيرهم واحد كهدفهم مهما اختلفت أعمارهم ومستوياتهم العلمية. في ناس أعمارها 35 37، يعني أعمار متنوعة، وكلهم يعني سلميين، ناس سلميين مثقفين سلميين، ما بعمرهم ما مسكوا سلاح، ما بيعرفوا شو سلاح. الدفاع عن النفس ومهارات أخرى تتطلب لياقة بدنية وخبرة لا تتأتى تلقائيا، لنقل المتدرب من مدني لم يمس السلاح يوما إلى مقاتل على جبهات المعارك. الحماسة مطلوبة لكنها تحتاج إلى سند من خبرة يمتلكها محترفون في مجالهم. نحن كمدربين عنا خبرات نحسن نقدمها للشباب، أول شيء بمجال الاقتحامات، بمجال الكوموندوس، بمجال التسلل، التمركز، التمويه. هنا يتعلم مشاريع الجنود كيف يتعاملون مع السلاح بصورة عامة، كما يتعرفون أيضا على أسلحة بعينها. المجال مفتوح للاستفسار وللصواب والخطأ، فمن أجل ذلك جاءوا إلى هذا المعسكر. هؤلاء متدربون يسمون بالقناصة، وتمس الحاجة إليهم في حروب المدن والشوارع. للحرب متطلبات متنوعة كهذه المعسكرات التي تستقبل وتدرب متطوعين، تدريب سريع لا محالة تقتضيه طبيعة مرحلة، تحتاج إلى سواعد الرجال كما تحتاج إلى السلاح. أدهم أبو الحسام للجزيرة من إحدى معسكرات ريف إدلب.